السلام عليكم، صبحكم الله بالخير. يا الله يا رب تكون في عون زراعتي مع هالطهف طهف 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 الزراعة قاضية. لا والله تحت ما شيء مشكلة، الحمد لله. مشكلة فوق وين الطرابيل والنخل، جميع من النخل أظني الظلال اللي حاط لنا شيت هذا مسوي شارات الذرع عليهم، جايينها شارات الداري. سبحانك يا رب، الحمد لله، ان شاء الله اذا ما عليهم باس. هكذا تشوفونه ترمبوني عم خلنا شي مدلي بالعاني يعني، لان هناك بيب ماشي اخر شيء طرف هذاك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصبحكم الله بالخير. البطل اليوم يا ومزلق ومتكود، يميع لي روح طيال طايح ومنزلق. وهذا شو ترى مبزلق هذا؟ لا ماذا؟ انا قلت هي لا انا قلت لا. هذا اللي فيه هذا مبزلق ولب متكود اليوم الصبح ولب من يرحى من زمان صح؟ ايه سنه اول جديد ها قديم ولا جديد؟ من زمان يقولكم هذا، ما باليوم الصبح، ما بالصبح اليوم تكود قدام باب الحمام روحه، لا حد فرا ولا شيات. كل يوم على هالمنوال، كل يوم على هالمنوال يا صلاح. عيستنا ويا هالتزليق اللي ما لي وجه. الله كريم يا صلاح، الله كريم. الحين انت بخير؟ الحمد لله. خذت كذا بدوان. شو؟ زابو. انت الحين كل يوم انزلقت، وين عثرك تسافر؟ انت وين كنترول؟ وين كنترول؟ بانكوك بيصير بانكوك بتبحث صاحي. انا صاحي الحمد لله. انت ليه كل يوم تتكود يا صلاح؟ شو ياك يا صلاح كل يوم تتكود؟ ليش هالشكل انت؟ شو طيح؟ منو عقف؟ ما سبح جيك انا ماي شي ما ينزلق؟ يقول لك شي ما ينزلق. شو عيا صلاح؟ الماء ماي ما بيش ذب. نحب نزقر هالنحن. اليوم لسهيل يلاعب لعايبه، يا يبوي هو شره غباره ودنياه وما فضل عنه سهيلي. يا ربي صلاح ها فعايل لسهيلي فيك انت اليوم. لسهيلي ابوي لعب فيك لعبة الذين كفروا. حب سهيل قال هو اسم سهيلي. ايه هو سهيلي ياي وياي بويا هو حار وغبره. هو شو بقولكم امور يا ديني؟ منو ديني؟ حبي خل بنا نخبره. تعال تعال يا ترى هالبل الطيور نحن ملحفينهن. تعال عليكم حاكمه. شو بلا صلاح؟ عليكم السلام. شو بصيح ما تلام الحمام هي برا هذا دوليه في صغير طهر جديد ما ركب هو بيتك انت وانت وين؟ انا داخل الحمام نسوي ركبت طاولة؟ ايه هذا اول اثنين. يا الله كل منك انت كل مستعير. يلا عادة يا ربي يا الريجات اليوم. هذا انا انسى اسمه، هذا مسمن هذاك مبطبط ما ادري شو صح؟ اي والله طلع صح. هذا مبطبط وهذا مسمن، ولا هذا مبطبط؟ هذا المبطبط وهذا المسمن. شو مسمن؟ ها يبي شافني رابين الريوق الريوق البيت. يلا سكري عادة. بلاليط خمير خبيص ياسا خبيصة دبس بعد اليوم. Thank you. وهاد دلال اليوم جت دلتي ما زينة. شوف البيربل اليوم لعب لعايب. خليه جديدة انت وين تبي تسير الحين دبي؟ اي بابا مكسوره وتبرد الحين دبي ابوي تبي الانسان الصاحي. لا 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 انت الحين انسان ما بصاحي ومكسر ومرضرض وراسك متكسر. وين عذرك تسير دبي؟ الله بس دبي وبشر البيت بتسير البيت. اي لسهني اخير لك دبي ابوي تبي حد صاحي. انا اكيد اني صاحي الحمد لله. انا ما بشي واتكون اخ عليك. شرب شاي، شرب هاي اتاي. لا شاي اسمه اتاي. اشرب اتاي. لا بحب الشاي. انت
بعد بعد واحد 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 يلا معك واحد اصبر عادل يا حار بعد بابا وين يا بارد حلف ايش يسوي الصباح هي يوم يصير الحمام المغربي يعطونه من هذا عافيه عافيه صلاح عافيه تدري ايش هي في بالي اسير وين الفلال الخالديه الاول يسمونها فلال الخالديه وين وكاله المسعود هاي الفلال الاول يسمونه فلال الخالديه ما شيء الا هن فلال ما شيء الا هن فلال هاي الخالدي اللي في الخالديه مكان جميل وهادي الاول عاد كان ما يتشاهد وعقب رمموهن وعدلوهن وهدموهن واستوهن الحين على ما تشوفون قصور من زينهن تبارك الرحمن هيز الوقت الاولي دق حساب الرزيف على حسب المتوفر وشوها شو اللي موجود في هذاك الوقت يعني شو نوع البنيان وشو نوع الشيء يعني الاول الشيء صلغبه حلو وهاي وكالة المسعود ما أشوف لا أشوف انشور لا أشوف شيء لا شيات لا همك الله لا هم يحزنون ظاهرين يسوون عروض وظاهرين يسوون أشياء جميلة وظاهر يميع الانشور والبنادير والإعلام والزينة والسنة أشوف اللي هنمونه ما أدري هم بعدهم ما ركبوا الانشور ما تعرف شو سالفت ولا شيء لا تعرف شيء هناك مسجل بعد 4 سنوات زيرو فائدة ما شو عادة هذا 4 سنوات زيرو فائدة حد درابة ما شو ليه منكم يعرف يخبرني تعرفون وين حين بعدني ما زلت أحوص أبوي في نص الفلل الأوليات هاي اللي في الخالدية أدور فيلم اللي في الفلل الجدام إذا أني بلقط واحدة منهم أني أصور لكم شو كانت ما لقط لي أنا الحين كلهن أبوي مجددات كلهن مسوينهم الليداد ولا شيء وحده من الاوليات كان في خاطري القط له وحده اتذكر بعد شيء في ليل هنتين كان مال قوم الطائي احيدها مال قوم هذا المدير الاولي شوفوه هي غرب العدم والجامع هذا المدير الاولي لكن عاد مرمم حين هذا لكن هو هذا البنيان الاولي اللي عمره ما يقارب 40 سنه مقابل حديقه الخالدي اجدم هيكل بناء فلل في جنتي ابو ظبي في الخالديه والبناء شوف البنايه هاي العوده اللي تشوفونها هاي تحتها كانت بنايه يمكن 9 ادوار كانت مبنايه مكانها بنايه الله يحفظكم فيها مطعم اسمه السمكه الذهبيه جولدن فيش احسن مطعم في جنتي ابو ظبي سنة كم 86 و85 و83 أحسن مطعم في الدنيا العودة وأخير أكل كان أكلهم هاك الوقت عاد عقبه هي باضوا على بيتكم بيض مليار مطعم ومليون مطعم حليل ما يندرى انتهت شركتهم هو ما تراعي المطعم هو اندثار هو باعوه هم خلفوا اسمه العلم عند الله اسمه جولدن فيش الأول السمكة الذهبية وهاي تشوفوا هاي كل النمط الأولي الجديد لك حب هاي اللي داو خلي رابطكم وياها حتى قبل شوية عقب عاد رمموه وعدلوه لكن مثل ما كان نفس الموقع نفس المقاسات والله اني توقعت أنه النيسان حاطين انشور حاطين شيء بمناسبة رمضان ولا حيدهم يحطون بيبات وعليه الانشور وايدات شيء مثل مهرجان يستوي ما أدري شو ياهم بحاطين لين حين رمضان ما شيء باجي عنه ما أدري شو يتريون الحين هنا سوق مية والعرب أبوي كلها تطير طيران عني أنا هل يعني معقولة أنها أني أنا يعني غلط وهي كلهم صح يعني أسوق مية أكثر عن مية ما بروم أسوق يعني كيف بروم أسوق أكثر عن مية في حين شارع الخليج العربي اللي هو شارع مصفح نحن نسميه المتعارف عليه يعني كم بسوق وما شيء في هذا سيدي هاللي في النصيفة وهذاك مال لو العرب المستعيل وهذا اللي عدال ما هو اللي متريضين ويسوون يعني أستأست على قولتهم كلهم يطيرون اللي على اليمين واللي على اليسار معقول إني أنا
غلط 110 حين صكيت بعدهم يصيرون عني قدام ما لحقهم لا حول ولا قوة. مساء الخير يا ابو محمد، ايش حالك؟ نرويك السمبوسة مالتنا. هاي السمبوسة اللي سويناها نحن عيناها سويناها حشيناها عاد بيض ويها بيض، هم مالت خضرة مالت بيض هاي مطبوخ. شو رايك فيها؟ تعال كيف حالك؟ ها ابوي هذا المريع عم تشوفون هذا حينه تول هو بادي هذا المريع رقم 7 في خلال من شعبان لين الحينه ما شاء الله تبارك الرحمن ان شاء الله يباله. شو الحين عيال الضوء حتى حاميه لكن بعد لين الحينه ما جلب بيجلب يمكن بعد نص ساعة بعد ساعة بيبتدي يجلب من يبتدي يجلب شوف الحين قايل غادي مغلظة ليلي غدي رفع الزيت زيت الزيتون شراته غدي رفيع عقب معناته إنه نضى من ينضى عقوا عليه الدويات الدوياتنا اللي هي نحن تعرف عليها. شوف المريا الحين ما شاء الله تبارك الرحمن على ما تشوف شوف الحد لين وين هذا الحين فيه تقريبا 420 كيلو بينقص تحت النقطتين هذي تشوفونهن بعده تقريبا نص يخف منه ما يقارب 70 إلى 80 كيلو هذا كله بيتبخر علشان يوصل قوامه إلى هالقوام اللي تشوفونها. افتح القرشة افتح القرشة حبيبي سرعة عاد ربع يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله طر القرطاس بر درج القرطاس غيرها ما كثر الله لك طرها طر الله نصير عدوان الله حق يوصل إلى القوام هذا حق يوصل إلى هالقوام لازم أبوي يباله انضوي يباله انضوي على أساس يوصل إلى هالقوام. شو حيش قايل قوامه غليظ هذا كله فيه رطوبة الحين متى تخز الرطوبة يباله طباخ وانضوي على نار هادية وقت كامل ها شوف على أساس يوصل إلى هالمرحلة لازم يباله انضوي يباله انضوي له لا كره غدا اليوم بروكلي سوب وسوب بروكلي وهذاك سوتيه بينز ما بينز ما عندي راب شوف يا رب يا سيدي اليوم لاعب لعايب الله الله فينا يا سيدي الله الله فينا الله الله في الله الله في خلق الله 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 في خلق الله يسهيل يا الله الله فيهم الله الله في عباد الله روف بهم روف يا سهيلي ما فيهم العرب ابوي حثيتهم ما خليتهم حتى يبرجون يا سهيلي الله الله فيهم. هاي ابو شوربة بروكلي وهذا ما اعرف شو اسمه امتياز يتعصر ساعتين يبي يخبرني بس ما انا روحي ما عرفته وهو ما يعرفه الطعم اللي كنت اطريه الساعة اللي كان في الخالدية من اهم المطاعم الاول في ابو ظبي على الكرنيش مطعم السمكة الذهبية ما بالشوكة الذهبية الشوكة الذهبية شيء والسمكة الذهبية شيء اخر اللي انا اطريه مطعم السمكة الذهبية وكان اهم طبق كان عندهم طبق قول لي كان اهم طبق عندهم من الستارت المقبلات الأول ما شيء ستارتر صحن ما أدري شو صحن ما شيء ستارتر الحين عرفوا ستارتر يحطون الله يحفظكم ورق العنب محشاي بصنوبر ولحم مفروم يا سلام سلم هذه حشوة الأول ورق اللحينة رز وزيت منو يأكل رز وزيت زيت قد سميت في البطن شرات صبية ورق العنب رز عيش وزيت زيتون والله هاي مصيبة خلينا نرمس هالمتو الأول وقت اللي خطف أنا ما أحيد المحاشي يسوون فيها عيش المحاشي الأول خضرة وصنوبر ولحم مفروم أو لحم مفروم ويا صنوبر
نوادر ما حد يحط عيش، اللي كان هاي يسمونه سركال مال السربجي حق الطاعم، لكن في البيوت لازم يحشون ورق العنب، لحم مفروم وصنوبر وبصل، وتغدي ريح تخنينه ما زين اي صالق على هالكبير على طول رايبه النص. وفنان فنان غدي ما شي شرات الاول، الحين عيش وبيفرمون فيه يزر وبيلتشون وبيقول من دوك مكلو، قوم عاد صرت انتو لعيش ريب والاسم ورق عنب. شو وين انت؟ بلاك انا وين؟ انا موجود. شو زين؟ يلا بتسبح بيك ما بساعة حبيبي، خمس دقايق. زين زين ترياك انقفض اخ علي غادي كمك شيبه. بسم الله الرحمن الرحيم. شو الجدر اللي نحينه كان وما زال فوق الضوء، بس اللي تعرفون بعد بيقول على عمر لين يصير يصفو مرة ما تشوف اي شوائب، لين يصير مرة يغلي كن الزلال. هذا اللي تشوفونه كله يصفو وينلقط الزباد عنه، هذا كله ينلقط كله ينلقط. كله شوكي ما في اي مشكلة 100%. وهذا كوين قلت لك عدل هذاك صلب لها اشو راوني. لازم من عقب ابوي حلويات. يلا الناس قيلت بخير وسهال وانا ما قيلت، خفت على زراعتي. ان شاء الله عاد باكر كان اصبحت السيل يصبح مرة ماشي طايح. ان شاء الله ان شاء الله ان باكر بنغسل هالزراعة. عندي هاي مكينة شي بخاخ فرشر قوي. ايوه شوف هاي من ساعة شوية داعت علي، قلت له صلبها. شوفوا قبل يحطون يزرون عليها من يطيج لازم يحطون شيء عن ما تنحز للشيارة. ايوه حيجي تعليه هي خلي بس الشكل، هي خليه يتنسخ. فقير عنب وفقيرة جت عليها زغدنها زغاد. ايوه بس لا تزر. بس هي يلا خله النمون خراطي. يلا عاد عيستني مهر الله. ايوه هالنمون يلا سير به. ايوه يلا لا بس خلاص بس نمبر 1. الله الفر الهمبا هاي توها مفرخة الحين، توه الحين مزهرة. سبحانك يا رب. لكن هاي عود كاملة بنت العام عام الأول، هاي أخليه فراخة مفرخة جديد توها ما تشد فرخت ولا تشد بنت السنة تونا زارعينها. ما ينقص هذا العقب وتنمونة من هني كامل، الناس اللي من غير يقصونه لا تسحل السحال. شوف تسحل السحال، لأنك في حال أنك أشوف تسحله ما تخلي فيه ولا حبه. شو السبب؟ لان القوه اللي فيها الهمباه بتصير في انتاجها، بتنتج لك همباه، فبتصير بدال ما تغلب ورق جديد وتنتج ورق جديد وتعطي عمرها قوه وتعطي عمرها نشاط، شو بتسوي؟ بتصير تعطي النشاط والقوه حق منو؟ حق هالهنيبيه اللي ثامر تبها. انزين بتثمر بهمباه، لكن القوة الهمباه قوة الشيارة كبرها بتصير في الهمباه، فأنت ما بتستفيد منها. فمن المفروض ها أنك أنت اللي بيجيك هذا ظهر حين تسحل السحال، أنك ما تخلي فيها ولا حبه من الفراخ هاي الورد ها تسحله. شو السبب تسحل ولا تقصه؟ أنا بخبركم، أن أنت قصيت هاي الفراخة هذه
ما فرغت العنقود اللي بظهر الزهر، هاي للزهرة انقصيتها، فشو بتسوي هي؟ بتقول بتلاحق عمري، بسوي فراخة غيرها، بسوي فراخة غيرها وبتيرس عليها المنوال 3 شهور 4 شهور إلا تزهر وترد تاكلها الشمس. فأنت شو تسوي؟ لازم تسحل السحال حق هي فقيرة تعيش في وهم إنها حمالها بعد مكانه، حمالها بعد مكانه، وتصير تنتج ورق جديد مثل هذا، تظل ورق جديد. وايد ضروري هالمعلومة، اللي زارع حمى جديد تو زارع عنا السنة، زنة زارع عنا هذا المطعم، ترى المطعم ولد متر يثمر ونص متر يثمر، هذا الناس يقصونه. أنا ليه بتقولوا لي أنت الهمباها هيك اللي تقول عنها العودة هيك اللي اسمها كوكونات مانجو؟ كوكونات مانجو أنا بالعمالة خليت إنتاجها، لأن الهمبا هذه في تنامية من في تنام، وما هان علي أني أنا ما أشوف ثمرته، لأني شفت ثمرته بالإنترنت، والريال اللي من دبل لي ياهن اللي من دبل لي ياهن محمد البيرق من دب تقريبا 13 همبا، كل نوع أخير عن الثاني، شيء أسامي غلجة بطريقة ما تتخيلونها. وليش أنا خليت هذه من بد الهنابي كلهن هاي؟ لأنه إنتاجها غير، وخاطري وغفلت عنها، غفلت عنها. أمس عاد هو كلمني قال لي خالد مدام كنت حينه ختلت عنها ونسيت على قولك أنت يا خالد، فلذلك أبوي الحين هي قوتها كلها صارت في الهمبا، فحرام تفرط من الكيس والقراطيس، فلذلك مدامك أنت خليت تحينة برايها، ترى اسمك أنت خليت، والقوة اللي كانت بتستمدها الشيرة من العروق من التغذية حق اللم عطت البنت، عطت اللي هي الهمبا، فحين أنت تلعب في الوقت الضايع، فلذلك الحين أنت خلها أبوي على وكل الله، وإن شاء الله الحول لا تخلي عليها شيء. قلنا له حاضرين يا محمد البيرك وفي الشوفة. يلا غاية الصلاة. حين أنت محمد قال لك ما تجلس عدا الحريم، شو يجلس إنك عدا الهدى؟ لا 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 حبيبي لا هدى، لا تعال هني عدالي هدى ثاني والله لا تخليه يجلس عدالك، خلاص توبة قالت هي لسعاد عدالي، تعال عدالي تعال الحين ترى خبرناك شو مستوي، هاي حرمة قالت أبوي أنا ما عندي مشكلة إذا صلاح يباني أنا با، شو رأيك اللي في العيد وافق؟ أوكي ماشي مشكلة، وبنخلي هدى تلبسها تسوي لها المكياج، هدى ما شاء الله خبرة هناك من المغرب، عندها شهادة خبرة مع المكياج وكل شيء زين. فبخلي هدى أبوية تسحيها وتلبسها وتجهز لك إياها العروس، شو رايك؟ شو رايك؟ زين. هذا آخر شيء حين عاد يشلون اليواش مرة تلايا وليبات، شفت وحش قاعد تلبس الدهنة صافي رقم واحد، كرات الذهب هذه لونها ذهبي، عطني طاسة سيثرو طاسة صافي الحين مرة كأنها زلال مرة زاهدة، صافي تحرها زلال. يلا عاد حينها، يلا الحين يحطون عاد دواها داخلها، من يحطون الدواء تعتين مرة اي قادي تغدي الدواب مدلخة لين تصير وتعتزل روحها مرة ثانية لخلاصة، وترد تصفو من يد ويديد، تصفو من يد ويديد. وحين ايش قاعده؟ شو لونها؟ لين ترد وتصفو مره ثانيه، ترد على عمل بحرها الاولي الاصلي، ترد تصفو، ترد وتعتزل روحها الخلاصه تحت، والدهنه تصفو فوق، تغدي كأنك تشوف غدير مبرد في مغدر. يصيروا عاد يطفون عنها، حين تازم الضوء خفيف
هباب تلحق المريل، المريل هباب تلحقها الضوء. فيازم يقول على عمره المريل يتجالب شوي شوي، بعد ساعة ساعة ونص من الحين وساير، من تصير وتعتزل لخلاصة عن عن الدهنة، نشوا وطفوا عن الجدر وما يغطونه، يخلونه هنمونه ملايم لين، وشقلوا الكنديشنات لين ورا باكر، ولا باكر نص الليل يلا يلا تبرد. الحين بعد شوية بيظهر هذا مال اليواش مرة ثانية، مرة ثانية يظهر مال الدويات، وبعد يصفون يشلونه هذا اللي يظهر. دقايق حاتوه الجدر، كل خمس دقايق عشر دقايق حاتوه الجدر، ويازم على هالحالة لين على الأقل بعد ساعتين ساعتين ونص من الحين، ولا ساعة ساعة على حسب الضوء. كل ما قصرت الضوء كل من استوت الدهنة على دوبها وعلى هواها، وشوي شوي لين توصل إلى هذه المرحلة يستوي. هذا قوامها الدهنة، هذا قوام الدهنة تغدي هالنمونة. شكرا حفيظ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم الجيم بينطر، أظن اللي جايين يشتركون لك آدمي أعتقد، أعتقد لأنه رمضان يبون يبون يقصرون دوب. ترى على فكرة في ناس وايدة ما أعتقد هذين ما يجون يتمرنون إلا في رمضان، ما أدري شو السبب أو شو السر في هالموضوع، علم عند الله يعني. أشوف شركات وايد كبيرة جاي يعني شباب يشتركون، كبار وصغار من كل أجناس غير، بس أتوقع يشتركون بس إلا في رمضان، مبلغ مبرر أنا لهالاشتراك يعني. يلا يلا نامس إخلاف. أتنوم أسنة روحي أنا والله العظيم من صدق أرمسكم أني أتنومس يوم أشوف هالكثر أوادم في الجيم، أتنومس بطريقة ما تتخيلونها وأفرح سبحان الله، أحس أن العالم بعدها فيها حاسية، وأن ما بالعالم هم هاي بس اللي مرتقدين ويحومون من شارع لشارع، من كوفي لين قهوة لين مطعم لين شرق وغرب، يعني بعدها ثارة بعد فيها خير مثل ما شيء ناس 24 ساعة مرتقدين في الأشياش والقهاوي، شيء ناس بعد والأكثرية على فكرة الأكثرية أكثريتهم في النوادي مهتمين في عمارهم في صحتهم، شيء وايد جميل وايد وايد جميل تبارك الرحمن، الله يحفظهم ويخليهم العين ترجيهم. هذا الرجال الحين بصوره وبرد أشاوره بقول اللي صورته، هذا الله يحفظكم قبل مدة قبل كم من شهر كان غصين البان، وحين شفته وهاك الجسم معزل وحين استوى يميع الثروب، عاد أسأله أقول له شو ياك وين هالغيبة كلها، قال ما تدري أنا عرست. عجيب، واللي عرس يغدي هالنمونة، وهذا الحين بسير عاد أشاوره أقول لك ياي معرس صورتك وعطيت تقرير كامل لك برايني. قلت لهم أنك سبب أنك متنت أنك عرست. هي والله غمضني غمضني غميضة يعني. الأول أقولكم لو تشوفون الجسم سكس باق وعلم والصدر والدنيا والعلم والخبر، وحين قد هالنمور قلت لي شوف أنا، قال والله تراني عرست. عجيب، واللي عرس ترى لو كل من عرس انتفخ يعني بك هاي روحها مصيبة، علم حب يعرس مفروض اللي عرس يخف، مفروض اللي عرس يخف ما بينتفخ. أنا ما أدري هاي فكرة غلط، ماخذين فكرة غلط الناس عن العرس، اللي عرس لازم يخف ما ينتفخ، وأنا صادق عند الله. أحلى شيء يوم يجيك المواطن نفسه صغير وفنان ويدرب العرب كلها، ما يحتاج يعني اللي في الجيم يروح يدور كابتن يقول له بدرب كل أشياء، لا هذا عندنا ما شاء الله برغم مشاغله وعلمه وخبره ما شاء الله قابض الشباب ويدربهم في حب الله بلاش من عنده من خاطره، لأنه عنده خبرة وعنده لياقة، فبدل ما يتمرن روحه يدرب الشباب. جزاك الله خير كابتن، يعني الله يحفظك يا المبروك، جزاك الله كل خير ما تقصر، لاحظ عليك أنا هالخدمة من مدة من كم من يوم، يلا الله يحفظك والشباب يستاهلون ما شاء الله. يقول لي
ترى جلتني حبيبي ما جلتك. انا اعطيتهم لذة شو كنت وشو اصبحت من بعد العرس. اهم شيء واحد يثابر. هي لكنك الحين انت رجعت رجعت على التمرين. خبرتهم انا شو كان جسمك؟ قلت لهم كان جسمها من قول قول ان شاء الله بترد. ان شاء الله ان شاء الله على الله يحفظك يبارك فيك. شو خلق الله ما خرج. شوف ها العمانة ما صوت الطرف هذا لكو 600 آدمي لكو 600 آدمي 60 يعري. لا 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 ما شيء هذا لا لا ما يقول 60 يعري 60 شاب وشاب على الله يحفظهم. لا لا ما شاء الله عليهم. أنا أبو يعارة خانه التعبير. بارك الله بعد فيكم من الشباب اللي يوميا يجون الجيم بك الطالعين وين عدالب على الله يحفظك. انبسط يوم اشوفك في داخل الجيم. شوفك فين شرح الصدر. على الله يحفظك يبارك فيك. شو تو تخبرني اربعك شو بلاهم؟ هذيلا طال عمرك كمان ساعات نشوفهم فيديو واكل شوفهم بالمطعم ولا يخبرونا. هاي قاصرين وش من مذهب هذا؟ ما بلاي مذهب هذا بالكوفه ما يايدون المذهب انك انت تسيرون المطاعم ويسيرون وين يبون ولا يخبرونك؟ تعرف ليش انت؟ انسرت ابوي انت اخترب سوقهم. ها ما يبغى لك كلام؟ يعني. هذا هو السبب. الله يحفظك. ما شاء الله عليك ما شاء الله عليك روح 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 ما شاء الله عليك. الله يسلمك. ما شاء الله عليك شاد حيلك. إذا تضعف لا ما شاء الله حين رقم واحد. لا ما عليك باس. يلا الله يحفظك يبارك فيك. طبعا ما شاء الله من الشباب اللي مهتمين زيادة على اللزوم مش اهتمام عادي اهتمام فوق عن العادي. ما شاء الله ما شاء الله عليه الله يحفظه. بالنسبة لي يقولون أنت والله أنت ما بيالس تتمرن هي ذاك اللي تهدرب قرقر وقرقر قرقر. هي نعم ترى أبوي بين التمرين والتمرين شيء راحة مدة الراحة دقيقة فأنا أتلاحق عمري في هالراحة ما يهون علي شرب قطرة ماء أسير أرمسكم هذا يزايد. بعد هي ذاك أبوي اللي أصور عجيب. أعتقد أني بسولف وياكم خلاص أنا أوصل البيت شيء سالفة فنانة إن شاء الله بعدها عليكم إذا الله جعل من الحبيب. وبكرة بعد شيء سالفة فنانة بعدها عليكم. اليوم الموضوع موضوع قصيدة هو قصة للقصيدة أو قصة صغيرة يعني القصيدة عبارة عن بيتين ثلاثة والقصة وقصة القصيدة بعد صغيرونة. لكن سالفة بكرة سالفة اجتماعية وكبيرة وتهم كل منزل في أنحاء العالم ما بالله في المجتمع الإماراتي في كل مجتمع شرق أوسطي وفي العالم كله. الموضوع اللي بعد عليكم اجتماعي تهم كل أسرة كل أسرة على وجه الكون. يعني أتمنى أني من الله أن الله يوفقني أني أروم أوصلها بالصورة. شكرا جزيلا للي مطرش هالشيء الفنان من المملكة العزيزة الغالية إلى أبوظبي الحبيبة. شكرا تم شكرا تم شكرا تم شكرا. هاي التمور الممتازة من المحمدية قنطراز من السعودية لين أبوظبي. كل الشكر والتغفي خاطري أخبر من عند ابن وياي لك أم إبراهيم قايلي لي لا تطري ما في ولا لساني ياكلني في خاطري في خاطرك أم إبراهيم. شكرا جزيلا شكرا جزيلا والله يا ابو كده في خاطري عد الاسم في خاطري يا فرحتي لك ما برايم ما برايم ما برايم. ابوي برطمانات كل برطمان اكبر عن اخوه. اتشار خدمه بيت اتشار على الطريقه الهنديه اتشار هم باظني. وبعد قالوا ابوكم لا تطرونه هاي ابوكم محنه المشكله هذا جاي من ناس سبيشل فوق عن السبيشل سبيشل وهذا ابوك جاي من قمه السبيشلات هب من القمة العادية من قمة القمم ولا براي مطري لا الاسم هذا براي مطري الاسم هذا هذا جاي بعد من قمة وهذا عاد من قمة القمم ما بيدي حيلة. اسميك يا لساني مثل ما قالوا خلك مكانك يا لساني لا تفضحني بيراني
والله يا ابو كيلساني ياكلني في خاطري اخبر وين لكم ابراهيم اللي جاي الندبه من القمه هذه والقمه هذه بهنتين قمم ورافضين ان حد يطري. هذا عدد من قمم الامارات تبارك الرحمن. شكرا جزيلا وما قصرتوا. هذا شكرا جزيلا وما قصرتي وهذا شكرا وما جزيلا وما قصرت. هذه على الله يحفظكم العطيه رقم 3 اليوم. هذه الهديه رقم 3. هذا اللي تشوفونه هالمرضام سحوح ريج تمور شوها شركة الرايع لبيع التمور خلاص القصيم درجة أولى. هذا هو زين. هذا جميع الصناديق وهذا بوكس كم مكبرة وهذه بوكشة كبر يلستي أنا وهاي بقش من غير هنتين وهاي بوكشة من غير وهذاك صندوق كبر البيت العظيم. هذا كله بنبطله بنربيكم شو داخل بنخبركم لكن من وين يا ابوي عاده من ظاهر من غزرمال قالوا لنا ابوي لا تطري. حاضرين اليوم كل اللي مطرشين قالوا لا تطري من وين جايينك. حاضرين ان شاء الله بارك الله فيكم. هذه الهديه الاولى عباره ايه حافظ على الاسم خالد الخادي والصندوق بكبرى عينابي وهذا العود الفاخر ما شاء الله وهذا ابو محمد وابو محمد وابو محمد وابو محمد وابو محمد شكرا جزيلا وهذا بارك الله فيكم بعد شيء بعد مقير صندوق طوله طول وعرض عرض محابره ودنياه وعلمه وخبره كل شيء كل شيء تبارك الرحمن شيء يعرف وشيء ما يعرف شيء مطول وشيء علم وشيء خبر وهذا طال عمركم بعد عود معطر وهذا دخون بعد معطر من قير وهذا يعني شكرا جزيلا وطال عمرك ومشكورة وما قصرتي شكرا لراعي الهدية راعي العيون الغضية طال عمرك ومشكورة وما قصرتي على هالعطية اليملة وسامحونا عاد الاسم ما بر ما طريه والله يحافظك ويبارك فيك يطول بعمرك وكل سنة وكل حول والله يفرحك ان شاء الله في احبابك. اولا سامحوني على التأخير وثانيا الحمد لله من يوم جيت وانتم تعرفون ليش تأخرت عليكم. كان عندي مهمات تصوير وهالسامان اللي هي وعلم وخبر وركضة وعندك دونك توري تفيك عاد حين قصيدة صغيرة بخبركم عاد ليش انقالت هالقصيدة. هي القصيدة هاي مرثية أم مسوت لها في عيالها. هلت دموعي على خدودي العصر يوم الخبر يانا قالوا ماتوا اثنين لسودي مات محمد ومات سلطانة ماتوا دون ديش لندودي بالغدر وكيد شيطانة من بعد الانس والسعودي انجلبت بالشر دنيانا والموت ما له حدودي قبلهم مات خلفانا ويا القبر لا تضيق بالزودي في بطنك اثنين اخوانا ويا الله يا الرب يا المعبودي يا خالج الانس والجانا ترحم صغار العهودي تدخلهم في عالي لجنانا. هالقصيدة الله يحفظكم مرثية عدتنها الشاعر سلامة بتسيف من هالمقيوين. كان هذا الزمن قبل الاتحاد بسنين طويلة وقبل الناس كانت قبائل متناحرة وهذا يغزي على هذا وهذا يعدي على هذا وهذا يسلب هذا مثل حالنا حال اللي في الجزيرة العربية كلهم يعني قطاع طرق ووقع وصدع وديان وهذا يغزو وهذا يقتال وهذا يجتل وهذا يسرق وهذا ينهب يعني الدنيا متغربة. الأول شجاعتهم منو اللي غزي شجاعتهم بالغزو شجاعتهم منو يجيب الغنايم شجاعتهم منو اللي غزي شجاعتهم منو اللي يجيب يعني أمور مبايدة ما أنزل بها الله من سلطان أمور مبايدة كان رب العالمين يسر الأمور. عقب عدت القصيدة هذه في عيالها الاثنين يوم توفوا
وقبلهم يوم تقول وقبلهم ما تخلفانة خلفانة خلفان ريلها قبل توفى الريل وعقب ماتوا لحقوه الاثنين للعيال وآزمة وحيد وعدت هالمرثية. كيف الزمان الأولي لما راح يتغير على الثاني والأول فيه تعصب قبلي تعصب قبلي وهي من كثر محبة العيالها عدت فيهم هالمرثية. وقبل هذا محمد وسلطان هذا عيالها فغارتوهم بعمر الزهور وقبل متوفي ريلها اللي هو خلفان. والمراد فهمه من القصيدة انها فقدت عيالها وفقدت ريلها الشاعر. وهذا كله ان العرب الاول ما بمتفقين على كلمة وحدة والحروبات دايرة بينهم وعدم الاتفاق على 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 كلمة وشور واحد كل حد براسه هذا يغزي هذا وهذا يغير على هذا وكل يوم حد مذبوح وكل يوم أخذ حلال حد وكل يوم ناهبين حد وكل يوم ملبجين في بيت حد. يعني الحالة ما يعلم بها إلا الله سبحانه وتعالى. الأول الناس عيشتهم عيشة ضنكة من يظهر عنك اللادمي ما تدري به يعود ما يعود. الأول الزمان اللي خطف ناس وايد متلتها حروبات وغزوات وصدع والقوي ياكل الضعيف ما فيه راي سديد لين استوى الاتحاد اللهم لك الحمد وتوحدت دولة الإمارات من عقب ما كان كل حد على راسه فضل من الله وفضل حياة الشيخ زايد بن سلطان عليه الجنة وحياة الشيخ راشد وباقي حكام الإمارات. لأن قبل بداية الفتن كان موجودة في الفرجان وبين العرب وبين البيوت من تطلع الفتنة في البلاد الله يشيل خيرها تازم العرب كلها متناحرة لأن قبلية بدو قبلية وهذا يعتزي بن عمه وهذا يعتزي بخاله وهذا يعتزي بنسيبه وتازم أبوي كل ثلاثة أربعة أيام معه وغزوا على الفريج الفلاني ولا غزوا على البيت الفلاني ولا غزوا على القبيلة الفلانية وجتلوا من جتلوا فيها وعلى هالحالة وثار وعند فالقبلية وعدم الانصياع تحت مظلة زعامه ورئاسه لين يا حياة الشيخ زايد الله يغفر له وباقي إخوانه وحدوا جميع الإمارات. ومن هذاك اليوم اللهم لك الحمد حاليا نحن عايشين بسلام وثمار السلام هذا نحن وعيالنا نجني ثمار الوحدة اللي أسسها حياة الشيخ زايد عليه الجنة هو وباقي أخوانه الحكام. لوم الله سبحانه وتعالى سخر حياة الشيخ زايد واتفاق مع الحكام ووحد دولة الإمارات لأصبحت دولتنا دولة ضعيفة متشرذمة كل أربعة روحهم في يمب وكل 20 نفر في يمب وكل 30 نفر في يمب وتمت الدنيا متناحرة لين اليوم لين تقوم ناغت صالح. لكن تسخير من الله سبحانه وتعالى الله سخر لنا هالحاكم اللي جمع وحدة دولة الإمارات بين الحكام كلها واتفقت الشعوب واتفقت راعي أبو ظبي ويا راس الخيمة ويا راعي دبي وراعي عمان ويا راعي مقيوين ويا راعي الفجيرة ويا راعي الشارجة فتوحدت واستوى النسب والدم واللحم وتخالط الدم بيننا وبينهم كلهم فأصبحنا دولة الإمارات عائلة وحدة. اجتثت رؤوس الفتن من هذاك الوقت وفكنا الله سبحانه وتعالى من زارعين الفتن هذاك الآن. فلذلك حاليا لازم على كل إنسان في دولة الإمارات يكون وراء القيادة في كل ما تقوله بدون الصد إلى كلمة حد من شرق ولا من غرب أطيع الله والرسول وأولي الأمر. ونحن أبوي كلنا إن شاء الله ورا حكامنا بكل ما يامرون فيه وكل ما يرونه فيه خير وصلاح لدولتنا. فبرجاء لكل منكم والجميع الصغار قبل الكبار تداول في ديوات اللي ما لها معنى الكلام الفارط كلام اللي ما له أي أهمية عدم السماع للقنوات الأخرى
عدم السماع للقال والقيل، هذه كلها فتن، هذه كلها فتن دخيلة على بلادنا. بلادنا نحن ما يوجد بين الفتان، لكن حاليا استوى الإعلام والمسجات والرسائل وتويتر وتحنط الزمان، هذا كله يزرعون الفتن والقلاقل في كل بيت وفي كل أسرة، والناس بقل عرف بقل فهم تجلس تسمع. لا، لازم أي مكان تيك منه رسائل مبزينة ولا تحس إن الرسائل هاي مبعدلة، تلقي الشخص هذا من حياتك بتاتا، ما تخلي بينك وبينه معرفة أيا كان، حتى لو يكون أخوك من أمك وأبوك وهو رمسته تعرف تحيدها أن رمسته هذه مراد فيها قلاقل وفتن، أنا الله تصير تبرى حتى منه، حتى من أخوك تتبرى إذا أنه بيعيل عن أمر، بيعيل وبيشد عن القاعدة اللي الشعب كامل بكبرة ماشي عليها، وتشوف أن البنادم هذا كان أخو ولا أخت صاحب صديق اللي تشوفه عايل، انصحه يرد عن درب المايل اللي هو عليه، وإن شفته ما بطع يرد نفاد النفد تبرى حتى منه، لادمي اللي بييك وراه باب نييك منه الريح سد واستريح. فالشاعر توفى عيالها، وقبل ما يتوفى عيالها توفى ريلها، شو السبب هاك الأيام كل من الفتن، كل من الفتن. شوف البلاد اللي من غير ما خربها واستوت الدنيا كلها خراب وبارت أرضهم واختربت دنياهم إلا من الفتن، كل بلد اختربت أساس الخراب الفتن والدسايس والنميمة والقال والقيل، هذه كلها أمور العياذ بالله ما تودي إلا إلى التهلكة. صباحنا على خير.